طالبات أولى ثانوي، أهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. أنا ميسيو خالد وأنت على قناة ميسيو أونلاين. درس النهاردة إن شاء الله هنحل تمارين الدرس الثاني من الوحدة الثانية على منهج الترم الأول لأولى ثانوي من كتاب برافو، بداية من صفحة 161. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك، هتستفيد أكتر وأكتر، وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو لو عجبك، ودل زمايلك على القناة، واعرف ان الدال على الخير كفاعله. يلا نبدأ. بسم الله. الاكتيفيتي الاولاني، شوازي لا بون ريبونس، اختار الاجابة الصحيحة. رقم واحد، تي نقط ان كوركتير ليكيد، عايز يقول لي هل انت تملك قلم مزيل؟ هنا هنصرف فيرب افوار مع التي، الاولى متصرفة مع ال والال في المفرد، التانية متصرفة مع التي، اجابة صحيحة. التالتة متصرفة مع ال والال في الجمع، أما الأخيرة متصرفة مع الجو. اتنين، فو نقط ان سوبر كوبان فرونسي، عايز يقول لي هل أنت لديك صديق على النت فرنساوي؟ هصرف فيرب أفوار مع الفو، الأولى متصرفة مع الجو، أما التانية متصرفة مع الفو، إذن هي الإجابة الصحيحة فوزافي. التالتة متصرفة مع التي، أما الأخيرة متصرفة مع الإل والإل في الجامع. ثلاثة، عمرو نقط إنتروس روج، عايز يقول لي عمرو لديه أو يملك مقلمة حمراء، هعوض عن عمرو بالضمير إيل هو، وهصرف مع هو، أفو متصرفة مع النو، آ متصرفة مع الإل والإل، إذن هي الإجابة الصحيحة عمرو آ إنتروس روج، عمرو يملك مقلمة حمراء. أما الثالثة متصرفة مع التي، الأخيرة متصرفة مع الإل والإل في الجمع. أربعة، نو ديزامي جونتي، عايز يقول لي نحن لدينا أصدقاء لطفاء، هصرف أفوار مع النو، الأولى متصرفة مع الفو ما تنفعش، التانية متصرفة مع الإل والإل في الجمع، سي متصرفة مع النو، إذا هي الإجابة الصحيحة، أما الأخيرة متصرفة مع التو، وهتبقى nous avons des amis gentils. خمسة، نادر اي سيف، نادر وسيف نقط ان اوردوناتور، عايز يقول لي نادر وسيف لديهم كمبيوتر. طيب نادر وسيف جمع، هعوض عنهم بايل في الجامع، اذا او ان تي هي الاجابة الصحيحة. التانية متصرفة مع الفو، التالتة متصرفة مع النو، الاخيرة متصرفة مع الايل والال في المفرد. ستة، ما فوازين جارتي نقط دو جمل، يعني لديها توأم. طيب هنا هصرف مع مين؟ مع ما فوازين، يبقى عوض عنها بالضمير ال، هي الاولى متصرفة مع ال والال في الجامع ما تنفعش، تانية مع التو، التالتة مع الجو، الاخيرة مع ال والال في المفرد، هي الاجابة الصحيحة. نكمل. سبعة، جي ابوستروف ان شا نوار، كت اسمر، عايز يقول انا لدي كت اسمر، اجي اصرف الاولى متصرفة مع التو، التانية متصرفة مع ال والال، التالتة متصرفة مع الجو، إذا هي الإجابة الصحيحة جي أن شا نوار، أنا لدي قط أسمر، الأخيرة متصرفة مع الإل والإل في الجامع. تمانية، ما سير سيزون، عايز يقول أختي لديها 16 سنة، يبقى هعوض عن ما سير بضمير إل، هي الإجابة الأولى هي الصحيحة ما سير آ، أختي عندها 16 سنة، تانية متصرفة مع الجو، تالتة متصرفة مع التو، الأخيرة متصرفة مع الإل والإل في الجامع. تسعة، تي نقط ان سوبر كوبان، هل انت لديك صديق على الانترنت؟ طيب الاولى متصرفة مع التي، اذا هي الاجابة الصحيحة، التانية متصرفة مع ال والال في الجمع، التالتة متصرفة مع ال في المفرد، الاخيرة متصرفة مع الجو، مش هتنفع. رقم عشرة، نورا اي سوها، نورا وسوها دي كوبين، عايز يقول نورا وسوها لديهم صديقات. طيب هعوض عن نورا وسها بالضمير ال، هم او هن، الاولى مش هتنفع متصرفه مع النو، التانيه متصرفه مع الال في المفرد، التالته متصرفه مع التي، الاخيره متصرفه مع الال والال في الجمع، اذا هي الاجابه الصحيحه. نكمل. طيب الاكتيفيتي 2، كومبليت افيك لا كونجيجيزون دو فيرب افوار، بيقول لي كمل بتصريف فيرب افوار. أنا صرفت فيرب أفوار يا شباب عشان نرجع له ونختار منه. السؤال الأولاني بيقول كي لاج فو،
هنا هصرف فيرب افوار مع فو هيبقى فوزا في، تمام؟ دي الإجابة الصحيحة، والمعنى هيبقى ما عمرك أو ما عمر حضرتك. اتنين، تي نقط دي كوبان، عايز يقول لي هل أنت تمتلك أصدقاء؟ هصرف فيرب افوار مع تي هيبقى اس، هو الإجابة الصحيحة والمعنى هل أنت تمتلك أصدقاء. ثلاثة، فادي نقط دي كايي دون لو ساك، هصرف الفيرب مع فادي هعوض عن فادي بالضمير إيل هو، إذا هيبقى فادي فادي لديه كراريس في شنطته. أربعة، إل أن كور دو فرونسي، هصرف الفيرب مع إيل هن هيبقى إلزون، والمعنى هيبقى هم عندهم حصة فرنساوي. خمسة، ماجدة انكوبين دو كلاس، هصرف الفيرب مع ماجدة أعوض عن ماجدة بالضمير اللي هي، يبقى إذا هقول ماجدة هو الإجابة الصحيحة، والمعنى ماجدة لديها صديقة في الفصل. جي أبوستروف دي كوبين تيميد، هصرف الفيرب مع جو هيبقى جي الأولى، ودي الإجابة الصحيحة، والمعنى هيبقى أنا لدي صديقات خجولات. سبعة، مون كوبان صديقي انفيت اجوردوي، هصرف الفيرب مع مون كوبان أعوض عنه بالضمير إيل هو، يبقى مون كوبان لديه حفلة النهاردة. ثمانية، أحمد إيرامي دي بروفيسور سامبا، هصرف الفيرب مع أحمد ورامي أعوض عنهم بالضمير إيل هما، يبقى إذا تبقى الإجابة أو إن تي، وأحمد إيرامي أو دي بروفيسور سامبا، أحمد ورامي عندهم مدرسين لطفاء. تسعة، تي أن ساكادو، هصرف الفيرب مع تي هيبقى تويا اللي هي التانية، والمعنى هيبقى هل أنت لديك شنطة ظهر؟ عشرة، نو نقط دي كريو روج، هصرف الفيرب مع نو هيبقى نو زافون، والمعنى إحنا عندنا أقلام رصاص حمراء. نكمل الأكتيفيتي اللي بعد كده، شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. علي إيني مي، مي اللي هو شهر مايو، عايز يقول لي علي اتولد في شهر مايو، أنا قلت لما يجي عند الشهر مباشرة ناخد قبل منه حرف الجر أون، إذا أون مي هي الإجابة الصحيحة. اتنين، لا كوبين دو ماري إيلوني 25 ديسمبر، بيقول لي إن صديقة ماري اتولدت 25 ديسمبر، قلنا لما يجي عندي أي يوم من الشهر ما عدا اليوم الأولاني بختار قبل منه لو، لو 25. رقم تلاتة، هقرأ السؤال وسيبه أنت تحله وتكتبه لي في التعليقات. ما مير اي ني بريمي جوان او اون ا لو، استنى الحل بتاعك. أربعة، جو سوي ني، أنا اتولدت موا دو سبتمبر، تمام، هختار هنا يا أستاذ اون ولا او ولا لو ولا ا، ده تعبير على بعضه يا شباب اسمه او موا دو، او موا دو، تمام، والمعنى في شهر سبتمبر، تمام، اوعى تغلط وتاخد او او تاخد لو، ما ينفعش. رقم خمسة، مون فرير اي ني دو ميل، اخويا اتولد سنة 2000، قلنا لما يجي عند السنة اخد قبل منها حرف الجر او، السنة والشهر أخد قبل منهم حرف الجر أو، أما اليوم أخد قبل منه لو. نكمل أكتيفيتي دو، شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. علي إي موا، علي وأنا، نو سوم، نحن نكون، أطنطا في طنطا، عايز يقول إحنا اتولدنا في طنطا. علي هنا مفرد مذكر، إي موا بتساوي نو، يبقى هنا جمع، جمع مذكر، أخد ني اللي بتساوي الجمع المذكر، إذا هتبقى التانية.
الأولى بتيجي مع المفرد المذكر، التالتة بتيجي مع الجمع المؤنث، الأخيرة بتيجي مع المفرد المؤنث. طيب، اتنين، مدام فوزيت كون، يا مدام حضرتك اتولدتي امتى؟ طيب هنا هاخد ايه؟ هاخد ني للمفرد المؤنث. ليه يا استاذ؟ عشان مدام مفرد مؤنث. هتقول لي في عندي فو وبعدين في فيرب اتر متصرف مع الجمع. ايوه بس المدام مفرد، انا بكلمها اقول لها فوزيت عشان الاحترام، لكن هي مفرد. طيب، مسيو فوزيت اونكيل موا، يا سيدي حضرتك اتولدت في اي شهر؟ نفس الحكايه اللي فوق، هنا هاخد ني مع المفرد المذكر عشان مسيو مفرد مذكر مش جمع. اربعه، تون فرير اتوا، اخوك وانت، هنا ده جمع وفرير مذكر يبقى جمع مذكر، فوزيت كون، اتولدتم امتى؟ اخد جمع المذكر على طول ني الاخيره. خمسه، مها ايه اون 2012، مها اتولدت في 2012، مها ديت ايه؟ مؤنث، اخد ني مع المؤنث اللي فيها اتنين او، يبقى ني اللي هي التانية. نكمل اكتيفيتي 3، شوازي لا بون ريبونس، اختار الاجابة الصحيحة. اميرة اي ني، اميرة اتولدت 6 اكتوبر، 6 اكتوبر. طيب هنا ستة ده رقم يبقى اخد لو، لو لقيت رقم وبعدين الشهر اخد لو. اتنين، مون انيفرسير سي، عيد ميلادي انه جانفيي، شهر يبقى اخد اون، اون جانفيي. تلاتة، مروة ايه لو 23 ماي، مروة اتولدت في 23 مايو، مروة مؤنث ومفرد اذا اخد ني الاولانية. أربعة، جون إيني، جون ده ولد اتولد 5 أوت، 5 أغسطس، إذا ناخد لو 5 عشان في عندي يوم. رقم خمسة، جو سوي ني 11 مارس، أنا اتولدت 11 مارس، هنا عندي يوم يبقى هختار لو، اختار إلا بوستروف عشان أونز بدأ بحرف متحرك، أوعى تعمل كده، أونز بتاخد الأداة كاملة واختار لو. يبقى لو اونز. ستة، زوي ايني او موا نوفمبر، زوي اتولدت في شهر نوفمبر، هنا عندي يا استاذ اختار ايه؟ اختار لو ولا اون ولا دو ولا دي؟ طب لو ما بيجيش قدام الشهر يبقى اختار اون، اوعى تعمل كده عشان في عندي تعبير اسمه او موا دو، يبقى دو الاولانيه هي الاجابه الصحيحه بتعبيرها او موا دو، خلي بالك منه كويس قوي. السؤال رقم سبعة، السؤال ده هقرأه واسيبه انت تحله وتكتبه لي في التعليقات. ماري ايني اكتوبر ان لو بريميي دو اين، مستني الاجابة. تمانية، ميكو باسون ان 2010، بيقول لي ان زمايلي او اصدقائي بيكونوا اتولدوا فين في 2010. هنا كلمة كوبا جمع مذكر، اذا الاجابة الصحيحة هتبقى ني الاولانية، هي اللي تنفع مع جمع المذكر. تسعة، تويني انت اتولدت كون، متى كي من كل اي او ما كو ماذا، انت اتولدت متى طبعا. عشرة، اي تا دات دو نيسونس، يكون تاريخ الميلاد، هنا اختار كل ام قلين اتنين عشان عندي كلمة دات كلمة مفرد مؤنث والمعنى هيبقى ما يكون تاريخ ميلادك. نكمل هنا يا شباب، بيقول لي اكتب الأرقام بالحروف، يعني 177 93 هكتبهم بالحروف، هطلع بس فوق في الصفحة كده أبص وانزل اكتب الإجابة تاني. تمام تمام طيب، هنا بيقول لي 81 يعني 81، 66 66، 50 50، 66 76، 70 70، 95 95، 73 73، 58 58. نكمل الاكتيفيتي اللي بعد كده،
Choisis le mot interrogatif convenable. اختار أداة الاستفهام المناسبة. Couleur aimes-tu؟ لون أنت تحب. أي لون أنت تحب؟ Couleur كلمة مفرد مؤنث، إذا اختار كلمة اللين المفردة تيجي مع المفرد المؤنث. Quelle couleur aimes-tu؟ أي لون أنت تحب. 2. En mois tu es né؟ عايز يقول لي في أي شهر. كلمة موا كلمة مفرد مذكر، اوعى تختار الجمع، يبقى اذا هختار اونكيل الاخيرة طالما مفرد مذكر. 3. اي طافت دانيفرسير، تكون حفلة عيد ميلادك، اجاخد كي من تكون حفلة عيد ميلادك، ما تنفعش كون، متى تكون حفلة عيد ميلادك صح. كي بمعنى ماذا، كيل بمعنى اي او ما، ما ينفعوش. 4. تادت دانيفرسير سي، تاريخ ميلادك سي، سي اي كي من او اين كون متى، طبعا هو الاجابة الصحيح عيد ميلادك امتى، كو ما تنفعش. 5. اج تويا، عايز يقول لي اي عمر انت تملك، اج مفرد مذكر، اذا اختار كلمة الا واحدة. 6. تا سير اني، اختك اتولدت، عايز يقول لي متى ولدت اختك، كل مش هتنفع، اي او ما، كي بمعنى من مش هتنفع، كل بمعنى اي او ما مش هتنفع برضو، كون هي الاجابة الصحيحة متى اتولدت اختك. لو شايف ان انت استفدت من الفيديو دوت اضغط لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك، هتستفيد اكتر واكتر، ودل زمايلك على القناة، واعرف ان الدال على الخير كفاعلة. وختاما كان معكم سيو خالد الزق، لا تنسوني من صالح دعائكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.